غد هذه المباراة الهامة من خلال زميلنا العزيز كريم أحمد. يا كريم مساء الخير. كريم مساء الخير عليك يا زميل امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا بشكل اكبر على اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد. نقدر نقول يا امير طبعا خلاص يمكن انتهى النادي الاهلي من استعداداته الفنيه الخاصه بمباراه طلائع الجيش، ويمكن الحاله اللي كل مداخله معاك او كل مره بنأكد عليها حاله اللاعبين والتركيز الكبير جدا. الحمد لله النهارده نقدر نقول الجرعه ما كانتش عاليه بالنسبه للتدريب، الحمل البدني نزل شويه النهارده طبعا نظرا لمباراه الغد، لكن تدريب النهارده كان اغلبه تكتيك، شغل تكتيك كتير جدا. يعني التدريب النهارده امير كان مغلق تام بالنسبه للنادي الاهلي، مغلق تعليمات على طول. التدريب النهارده كان مغلق للصحفيين ولينا حتى المركز الاعلامي الكل، يعني قبل انطلاق المران بتنزل على طول الستائر الخاصه بملعب مختار الترش، وده امر مهم جدا وامر طيب جدا، لان اكيد مستر ريني فايلر بيحاول يبقى فيه بعض المهام وبعض الجمل التكتيكيه، اما بيبقى الامر طبعا يعني خاص باللاعبين فقط لغير امر بيكون مهم، والمعلومه اكيد بتوصل لليه اللاعبين اكيد طبعا قرار بيكون هام جدا لليه الجهاز الفني قبل كل مباراه. يعني كانت مباراه بيراميدز السابقه ما نقدرش نقول مباراه معينه، لكن قبل كل مباراه بيكون في غلق تام للبران، لكن اكيد النهارده من خلال معلومات النهارده التدريب كان اكثر من مرحله، مراحل كلها تكتيك، كرات ثابته، كرة كلها يعني عميد نقدر نقول ان هي حاجات تكتيكيه بالنسبه لمباراه طلائع الجيش، لان يمكن في مداخله الامس معاك قلت لك محتاجه شغل فني كتير جدا من ريني فايلر مدير فني النادي الاهلي، لان هنشوف غلق مساحات غدا فريق طلائع الجيش اكيد مع احترامنا طبعا لكابتن عبد الحميد البسيوني المدير الفني، لكن هي مباراه بطوله بالنسبه لنادي طلائع الجيش امام النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده الهدف اكيد وهو الحصول على 3 نقاط، لكن اكيد هيبقى في صعوبه بالغه من الاختراقات سواء من العمق او من الاطراف، لكن ان شاء الله باذن الله مع التطور الفني الكبير جدا للنادي الاهلي داخل المستطيل الاخضر ومن خارج الخطوط ان شاء الله يكون حلول فنيه على اعلى مستوى في هذه المباراه، وان شاء الله بكره كمان ممكن نشوف عدد من اللاعبين ما بتشاركش امير، يعني يمكن النقطه دي حابب اتكلم معاك فيها، ممكن نشوف بكره عدد من اللاعبين، بل يعني نقدر نقول لمسناه في البدايه كده قبل انطلاق المران كل اللعيبه جاهزه فنيا وبدنيا، لكن من الواضح ان مستر ريني فايلر غدا هيبقى ليه رؤيه في مباراه الغد اللي انت عارف امير تلاحم المباريات والضغط الكبير جدا بيتطلب ان الروتيشن يكون على كل اللعيبه، الكل جاهز الحمد لله، يمكن زي ما انت ذكرت انا بتمنى يكون بادجي موجود وياخد دور كبير جدا في هذه المباراه، لكن ظرف السفر طبعا لنهاية جواز سفر، لكن النهارده ان شاء الله يكون متواجد في القاهره، ومن الصعب طبعا امين انت عارف يكون حتى متواجد في قائمه النادي الاهلي غدا، لكن الكل باكد لك على جاهزيته، رامي ربيعه جاهز بشكل كبير، حسين الشحات، كهربا، محمود متولي، ياسر ابراهيم، كله النهارده اطمنا عليه طبيا من خالد محمود طبيب للنادي الاهلي، ينقصنا ان شاء الله باذن الله بكره بقى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، لان هتكون دفعه معنويه كبيره جدا قبل مباراه المصري ومنها ان شاء الله لمباراه السوبر، لكن هي مرحله مرحله وده اللي بياكد عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ، تركيزنا فقط بيكون في المباراه القادمه بعيدا عن اي امور محيطه لفريق النادي الاهلي، هيلعب في استاد القاهره، مباراه الزمالك، مباراه السوبر، السفر امتى، كل الامور دي بيجيد فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ مع لعيبه النادي الاهلي ان هو يخلي تركيزهم فقط في المباراه ان شاء الله امير باذن الله. مباراه الغد تكون من نصيب النادي الاهلي ونقدر يستمر النادي الاهلي ان شاء الله كالعاده في اسعاد كل جمهور النادي الاهلي وفي ضرب الارقام القياسيه اللي بتحمل عبء كبير جدا على الجهاز الفني وعلى لاعبي النادي الاهلي. بالتحديد يا كريم عايز اتكلم معاك في جانب بخلاف مران اليوم واستعدادات النادي الاهلي للمباراه، وبالتحديد فيما يتعلق بحديث الجماهير عن مباراه سان داونز في توقيت مبكر جدا، انت من الناس القريبه دايما كل يوم بتبقى متواجد قريب من لاعبي النادي الاهلي ومن الجهاز الفني، التفكير بيبقى ماشي ازاي؟ الترتيب للمراحل المختلفه بالنسبه للنادي الاهلي ووضح للجمهور يا كريم. يمكن طبعا امين يعني زي ما بناكد اللعيبه بتبقى تركيزها في المباراه، لكن اكيد مباراه سان داونز مع الظروف اللي حصلت المباراه الماضيه طبعا ليها وخساره النادي الاهلي بتاخد حيز اكيد من فكر اللاعبين، لكن زي ما بقول لك الكباتن الكبار في النادي الاهلي بيحاولوا ان هم يفصلوا اللاعبين بشكل كبير، عندنا مجموعه من اللاعبين مميزه جدا، لكن محتاجه ان يكون على طول في تحفيز في خلق دوافع بشكل كبير في فصل لي المباريات الافريقيه ومباراه بطوله الدوري العام، لكن يعني الحديث كله طبعا على مباراه طلائع الجيش، لكن انت عارف لعيبه الكوره بيبقى ليها طبعا يعني جزء من التفكير في مباراه سان داونز وايضا كمان مباراه السوبر، لكن يعني اللي بنتمناه وبنأمله اكيد طبعا من كل اللاعبين هو يكون تركيزه في مرحله مرحله، مباراه مهمه جدا مباراه سان داونز ليها حسابات كثيره جدا، بنأمل ان شاء الله انها يكون في استاد القاهره بعدد كبير جدا من الجمهور، ده اللي احنا بنتمناه وبنطلبه ان شاء الله، وباذن الله يعني الجهات الامنيه باذن الله تنسق مع اداره النادي برئاسه كابتن محمود الخطيب ويكون في قرار يعني يرضي الاطراف سواء للنادي الاهلي او ايضا كمان الجهات الامنيه المسؤوله عن تامين هذه المباراه. باذن الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي وضح لنا كمان استعدادات الفريق.